اوكي اللفه الاولى ها لغم يا ثوب عزك رقم ثلاثة صح؟ طيب يا رب جمهور كاظم قال ان تقديمك لقصائد نزار قباني محاولة منك لتكرار نجاحه ممكن ايه ردك؟ يعني ممكن تجاوب دلوقتي ممكن تجاوب اخر الفقرة براحت لا نجاوب جاوب فضل انا يهمني ويشرفني انه اولا يعني نغني اولا القصائد بالنسبة لي انا تشالنج مهم جدا انك في حياتك تكون عندك قصائد أكيد. في حياتك الفنية ولما يتعلق الأمر ب فنان كبير مثل كاظم الساهر في أغاني القصائد وهو يعتبر رائد من رواد الأغنية القصيد احنا مش داخلين طبعا معركة بالعكس انا بالنسبة لي تشريف لي لما نكون أقارن او نمشي على خطى فنان كبير مثل واختيارات مثل الفنان الكبير كاظم الساهر بس انتوا في النهاية اثنين مطربين كبار نعم وبتتنافسوا هي اكيد هي منافسة يعني مين فيكم متفوق اكتر لا في فيش القصائد؟ يعني فيش تفوق بقدر ما هو يعني تحس انه طبعا الفنان الكبير كاظم الساهر عنده خصوصية في أدائه القصيدة بشكله وبعطاء وبفنه وبطريقة تلحينه للقصائد ومتميز هذا ما لا شك فيه في قصيدة معينة نعم. غناها كاظم الساهر كان نفس صابر الرباعي يغنيها زيديني عشقا الله من القصائد ومن الألحان العبقرية صراحة يعني ممكن في يوم من الأيام أنت تلحن له أو هو يديك لحن ياريت ياريت طبعا وجهه على الهواء قول طبعا انا فين الكاميرا انا يشرفني ويسعدني انه نغني من الحان كاظم او العكس يعني فهذا شيء يسعدني ياريت ناخد بقى اللفه اللي بعدها يا اوعى اللغم يا صابر